ثم أبدأ وبك أستعين وعليك أتوكل دائما. أجمعين مشاهدينا متابعونا الكرام، أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور. أتواصل معكم من هنا من أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباق، مع هذه الفترة المسائية والمخصصة لسن الإذاعة وشوطنا التاسع والمخصص للأبكار المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل ورحلة الست كيلومترات. فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة للجميع لأبدأ مع الصدارة والقيادة لهذا التحدي ولهذا المسار لأتابع سيوف. وسعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري من يقدم لنا شعاره على أول المراكز، أما ثانيا حضر بالحطم ليقدم لنا متعبة حمد بن سعيد بالحطم العامري، وثالثا حضور لفتة سعيد بن منانة بن غدير الكتبي لأنتقل لرابع المراكز. وأتابع حشيمة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، وخامسا من هناك اللي أرى التدخل والوصول من قبل الوارية حمد بن عبد الله بن خزام العامري يقدم لنا شعاره. أما سادسا حضرت الدانة سيف بن علي بن سالم العامري، وسابعا حضور هامة مساعد بن سويد بن قران المنصوري، وثامنا ملوح سهيل بن عبض بن يروان النيادي. أما تاسعا وصلت مرموقة محمد بن نابت بن محمد بن خيلة، وعاشرا لأختم نداؤنا الأول مع صفوة. أو هذه الحاضرة رحاب علي بن سعيد بن سالم الزرعي، هكذا هي النتيجة ونداؤنا الأول ذعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام للعشرة المراكز الحاضرة والمنطلقة ضمن هذا التحدي وهذا المسار. العودة إلى سيوف وسعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري الذي لا زال يقدم لنا شعاره وينطلق مع المركز الأول غائدا لهذا المسار. لكن الدانة وسيف بن علي بن سالم العامري يحضر ثانيا، وثالثا ملوح سهيل بن عوض بن يروان النيادي يحضر على مستوى ثالث المراكز، ورابعا تدخلت هامة من تبحث عن قمة هذا المسار بشعار مساعد بن سويد بن قران المنصوري، والحضور على مستوى خامس المراكز. هذه رحاب علي بن سعيد بن سالم الزرعي يبحث بعد أن حصد الرمز، يأتي ليقدم لنا شعاره ويحضر مع رحاب بشعارك يا الزرعي والتدخل والحضور في هذه اللحظات. من حضرت ووصلت في هذه الأثناء لأتابع الشاهينية عبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري مع أول ندى لشعاره ضمن هذا المسار. يحضر العامري وأيضا التقدم من هناك متعبة حمد بن سعيد بن حطم العامري، وأيضا الوصول من قبل عذاري سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والتقدم من الحذرة محمد بن شطيط بن سعيد بن علي
على الجحافي. هكذا هي النتيجة ونداؤنا الثاني ذعناه عليكم يا أهل الإجداع يا أهل الإبداع والإمتاع، يحضرون باحثين عن نقطة في مهرجان ولي عهد دبي. الله 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 الله، أعود إلى المعمري، أعود إلى المركز الأول. سيوف يا سيوف تقود المسار، تنطلق مع الصدارة حتى هذه اللحظات. 2 كيلومتر هي المسافة المتبقية، راح الكثير ما بقى إلا القليل. يا راعي سيوف سعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري، حضرت رحاب وصل الزرعي بشعاره الكبير ليرحب بالجميع ويعلن عن وصوله على مستوى ثاني المراكز. علي بن سعيد بن سالم الزرعي، وثالثا الدانة سيف بن علي بن سالم العامري، وأيضا التدخل من بلشا وصل الدرعي، وصل بن ثعلوب سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي، والحضور من دستور مرحبا بشعار بن دلاوي الحاضر والمقدم لدستور سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي. لكني بعود أعود مع الصدارة من غيرت لتنطلق مع المركز الأول حتى هذه اللحظات. أتابع رحاب علي بن سعيد بن سالم الزرعي، غير المسار لينطلق إلى المركز الأول حتى هذه اللحظات. لكن من تحاول من هناك من عمق الميدان، من وصلت من تقدمت، هذه بلشا سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي، يحضر ثانيا وثالثا شعار المعمري المنطلق والواصل مع سيوف. لكني بعود إلى رحاب، 800 متر الأخيرة غادرناها يا ملاك ويا مضمرين، راح الكثير. يلا يا الزرعي يلا يا راعي رحاب، بسم الله وما شاء الله تغادر. لكن 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 شوف الواصل، شوف الحاضر من هناك، وصلت بلشا سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي، تدخلت الشهامة سعيد بن يابر بن عبد الله بن محمد، هو الحاضرة الحاضرة تحدي سهيل بن رملي بن محمد العامري. لكن رحاب الله الله روح الزرعي، روح بالانتصار. الشهامة تحاول مع سعيد حمدان بن سعيد بن يابر، يحاول مع ثاني المراكز، لكن رحاب روحت بالانتصار. علي بن سعيد بن سالم الزرعي، إلى أهالي السلطنة للسلام، إلى أهالي السلطنة للاحترام، مع شعار الزرعي وسلام رحاب سلام، تحية واحترام. أما ثانيا وصلت الشهامة حمدان بن سعيد بن يابر، وثالثا كان التحدي سهيل بن رملي بن محمد العامري. أما رابعا وصلت الحذرة محمد بن شطيط بن سعيد بن علي الجحافي، وخامسا من تقدمت بلشة سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي. إذن تهانينا والناموس لراعي رحاب علي بن سعيد بن سالم الزرعي، من ظفر بالناموس والانتصار والمركز الأول ليصل إلى خط النهاية بتوقيت وغدرة. أما من وصلت هي رحاب لحظة وصولها إلى خط النهاية 8:56 جزءا واحدا يتيما من الثواني، والسلام إلى أهالي السلطنة سلام. أما ثانيا حضرت ثانيا كانت الشهامة حمدان بن سعيد بن يابر، من يحضر مع ثانية المراكز 8:57 بالوفاء والتمام والكمال. وثالثا من حضرت كان التحدي سهيل بن رملي بن محمد العامري لحظة وصولها إلى خط النهاية بتوقيت وقدره 8:58:56 من الثواني. تهانينا والناموس للجميع.